الفيديو اللي فات فصل في مسألة في السبيشال اوردر، تعال نبص عليها كده بسرعة. الجود كمباني بروديوس سينجل برودكت، الكوست اوف بروديوسينج اند سيلينج سينجل يونت اوف ذا برودكت ات ذا كمباني نورمال اكتيفيتي ليفل. يبقى قدرة الشركة انها تنتج 30,000 يونت بير مانس، وادي تكلفة التصنيع. دايركت ماتيريال معايا لانها فاريبل، دايركت ليبر معايا لانها فاريبل، فاريبل اوفر هيد معايا لانها فاريبل، فيكسد اوفر هيد هستبعدها، فاريبل سيلينج معايا وخلي بالك منها 2.6، فيكسد سيلينج هستبعدها. ذا نورمال سيلينج برايس، سعر البيع الطبيعي اللي بنبيع بيه از 51.10. ان اوردر جانا عميل اجنبي هاز بين ريسيفد فروم ان اوفرسيز كاستمر، عايز 3000 يونت to be delivered this month at a special discounted price. This order have no effect on the company's normal sales، يعني ما فيش opportunity cost، and would not change the total amount of fixed cost. كده كده انا بعملها ignore. The variable selling and administrative would be 0.5 less per unit، يعني هي بدل ما هي 2.6 الاوردر بس هيتحسب عليها لانها 2.1. اوكي. On these orders than on normal sales. أول سؤال. Suppose there is ample. Ample يعني enough، يعني كافي. Idle capacity يعني مش هنيجي على مبيعات السوق المحلي في حاجة. To produce the units required by the overseas customer اللي هم 3000. And the special discounted price هو عارض 44.70. By how much would the special order increase or decrease in net operating income in total؟ بص السوليوشن تحت انا عامل ايه. حاطط الاوفر برايس 44.70، هطرح التكاليف الفاريبل دي ام دي ال في او اتش، هطرح الفي سيلينج الجديده لانها للاوردر 2.10، هيطلع ربح القطعه 12.3. هضرب ال 12.3 في 3000 قطعه يطلع البروفيت 36900. انسر سي. السؤال اللي وراه. Suppose the company is already operating at capacity، يعني أنا شغال بكامل طاقتي. When the special order is received from the overseas customer، معنى كده أن حاجي على مبيعات السوق المحلي. What would be the opportunity cost for each unit delivered to overseas customer؟ عارف إيه هو الـ opportunity cost؟ هي الـ contribution margin من مبيعاتك في اللوكال ماركت. أي أنا لو ببيع في اللوكال ماركت بـ 51.10، اطرح التكاليف الفاريابل كلها دي ام والدي ال والفي او اتش والفي سيلينج الكامله، لان هنا انا بتكلم على اللوكال ماركت، هيطلع الاوبورتيونيتي كوست 18.20 اللي هي كل كونتريبيوشن مارجن عن وحده في السوق المحلي. اخر سؤال. Suppose that there is not enough idle capacity to produce all of the unit for the overseas customer. Accepting the special order require cutting back، هضحي ب 1200 وحدة من الريجولار كاستمر اللي هي بتجيب لي 18.20. The minimum acceptable price دلوقتي per unit للسبيشال اوردر هيبقى كام؟ تعال الاوبورتيونيتي كوست دلوقتي، هضيع 1200 وحدة من اللي بتجيب لي contribution margin 18.20، يعني في 21840 خسارة بسبب الوحدات اللي هتضيع. لو وزعتهم على ال 3000 يونت اللي الباشا عايزهم، يبقى كل وحده هحملها opportunity cost 7.28. يبقى المفروض السعر اللي هو هيقدمه لي يبقى فيه يغطي الاتي: ال 7.8 او 28 اللي هي opportunity cost، وكل التكاليف الفاريبل اللي هي دي ام 2.40، دي ال 8.70، في او اتش 1.20، في سيلينج بتاعت الاوردر اللي هي 2.10. انا مجمعهم لك على بعض هنا. يبقى المفروض الاوبورتيونيتي كوست زائد الفاريبل كوست يغطي لي، لازم يعرض لي سعر يغطيهم لي هما الاثنين، اللي هو لا يقل عن 39.68. دلوقتي انا هدخل معاكم في اخر حاجه عايز اشرحها لكم. الموضوع ده منقسم جزئين الحقيقه، في جزء منه اللي هو الطبيعي اللي بيجي في الامتحان دايما اللي انا هديه لك دلوقتي،
وفي جزء تاني انا هبقى اضيف له ورقة كده، مع ان دكتور احمد حسين ما بيحبش يجيبوه في الامتحان اصلا، واللي كان قايله دكتور اشرف حاجة اسمها مالتي ناشونال ترانسفير. تعال بس الاول انا عايزك تفهم ايه قصة الانترنال برايسنج او الديسنتراليزيشن او المالتي ناشونال ترانسفير، وبعدها تحكم حضرتك. وانا قصدت على فكرة ان انا ارتب المنهج بهذا الشكل، ان انهي بالسبيشال اوردر وبالجزء ده، لان الاتنين هيكملوا بعض قريبين جدا او شبه بعض. يلا بينا نسمي الله. بص بقى يا سيدي، تعال نفترض ان انا عندي مصنع فورد بتاع العربيات، عندي إدارة، الإدارة دي بتصنع باتريز، يعني هي اللي بتصنع البطاريات أو بتصنع الموتور أيا كان، بتصنع بطارية العربية الإيه؟ الفورد. وعندي إدارة بتعمل assembly، عارف يعني assembly؟ تجميع للعربية. واضح ان المنتج بتاعي اللي هو البطارية ده بيصنعها وبيسلمها لده يجمع بيها العربية. زمان كان كل الفكرة ان دي مراحل متتالية ورا بعض، ده يعمل بطاريات كده كده، ده ياخدها يركبها في العربية تطلع سعر العربية نبيع. انما دلوقتي الموضوع اختلف شوية، بدأوا يعملوا حاجة اسمها decentralization، يعني بدأوا يدوا صلاحيات او يفوضوا صلاحيات لكل مدير ادارة. طب تعال نفهمها بس الاول. امسك ادارة البطاريات ده، احنا هنسميه center، مركز، وهيخضع لحاجة اسمها responsibility accounting، هنحاسبه على ادائه في هذا المركز في اخر السنة. احنا نقدر نديله نوع من ثلاثة من المسؤوليات، يا اما نحطه كوست سنتر، وده معناه ان الادارة العليا فوضت مدير ادارة تصنيع البطاريات في تحديد الدي ام والدي ال والام او اتش بتاع البطارية. اذا هنشوفه عمل كوست ايه، واخر السنة نحسب له فاريانس زي منهج الكوست بتاعنا. وممكن ارقيه شوية احوله لحاجة اسمها بروفيت سنتر، وهنا كانت فكرة متطورة جدا. بقوا يعملوا ايه بقى؟ بقى يدوا صلاحيات لادارة تصنيع البطاريات انه يعمل بطاريات ويبيعها للسوق الخارجي، يعني ما بقتش شرط انها حكر انه يديها للادارة التانية. فأصبحوا بيخلوه يصنعها، يعني بقى مسؤول عن التكلفة، وكمان بقى مسؤول انه يحدد لها سيلينج برايس يبيع بيه فيحقق بروفيت للشركة من هذه البطاريات. في نفس الوقت في طريقة تالتة اسمها انفستمنت سنتر، ودي بقى لما مدير المركز ياخد صلاحيات اعلى. ازاي؟ نخليه يصنعها ويبيعها وياخد البروفيت يعيد استثماره تاني، ياخد البروفيت يعيد استثماره، يجيب خطوط انتاج الى اخره. دي اعلى نوع من الصلاحيات اللي اسمه انفستمنت سنتر. طيب خلاص احنا خلينا الادارات مراكز مسؤوليه. ايه بقى قصه الانترنال ترانسفير؟ ولا حاجه. بص كده، شايف الادارتين دول؟ الاخ ده بيصنع البطارية صح؟ اذا هو سيلر، هنديله الحق انه يبيعها للادارة التانية اللي جوه المصنع، او انه يبيعها للاوتسايد ماركت طالما ده هينعكس بمكسب للشركة. الادارة التانية اللي بيجمع عربية هو محتاج البطارية، فهو باير للبطارية، هنديله الحق انه ياخدها من جوه الشركة من هذه الادارة، او يجيبها من شركة اوتسايد. So we getting or letting them the freedom، الحرية، whether to deal with each other or deal with the outside market. اهم حاجة ان هما الاتنين يشتغلوا بمبدأ اسمه goal congruence، ان كلهم يشتغلوا لصالح المصنع، مش goal conflict، كل واحد عايز يحقق مصلحته الشخصية. وفي نفس الوقت اعتبر ان كل قطعة من دول او كل ادارة مصنع لوحده،
اللي عايز يبيع يبيع، اللي عايز يشتري يشتري، وفي الآخر نشوف انعكاس ده على الشركة ككل. عايز ترتاح من الدرس ده؟ آه، عامله معاملة السبيشال اوردر. ازاي؟ انا عندي إدارة بتصنع البطاريات، اذا هو سيلر او مصنع، وعندي إدارة تانية جوه الشركة عايز البطارية، اعتبره هو ده الباير اللي شبه السبيشال اوردر. انا من حق يديله يبيع لبره. طب ازاي؟ هنعمل نفس المعاملات بتاعت السبيشال اوردر بس هنعملها within الكمباني. خلاص هنحل دلوقتي حالا، بس اولا انا محتاج حضراتكم نقرا بس حاجة theoretical كده، وبعد كده هقول لكم ازاي تاخد قرارك على طول. What it mean to buy responsibility accounting، محاسبة المسؤولية. Divide the business into groups, smaller unit, division أو centers which have particular responsibility for applying responsibility accounting. كل واحد هنحاسبه ونسأله على حاجة. يعني إيه goal congruence؟ إن الأهداف تتجمع لصالح الشركة. To consider the company over all interest with division manager interest. ما تبصش لنفسك بس. إيه أنواع responsibility center؟ Cost center, profit center, investment center. لو انت كوست سنتر فانت مسؤول عن الكوست اليمنت وبتتقيم بالستاندرد كوستنج او الفاريانس. لو انت بروفيت سنتر فانت مسؤول انك تنتج وتحقق ربح. لو انت انفستمنت سنتر فانت مسؤول فور اسيت، انك تستثمر هذا الربح. يعني ايه انترنال ترانسفير؟ الدرس اللي احنا هنشتغل فيه وازاي نحققه. The purpose of internal transfer is to create market within the company. هنعمل سوق جوه الشركة. To gain the advantage of competition. Let the internal department centers يتعاملوا مع بعض لأن هم supplier, seller and buyer customer. Letting the internal department center work as investment or at least profit center. طبعا لأن هو مش هيقدر يبيع أو يشتري وهو cost center. لازم يبقى على الأقل profit center. Giving these departments the freedom, الحرية, either internally or with internal department or to deal with the market. الجزء اللي جاي ده هو ازاي تحل المسائل. انا مش عايزك تبص عليه من هنا، انا هلخص لك الكلام في كلمتين. شايف الحتة اللي جاي دي؟ دي عشان سؤال اللي تشوز. انواع المسائل والاتفاق بين الطرفين ليها ثلاث حاجات، وكلهم في الاخر اصلا بيعتبروا مسألة واحدة. Negotiated transfer price، بيعملوا discussion الاثنين مع بعض. Transfer price بالcost، transfer price بالmarket price. احفظ دول ليه للي تشوز، بس تعالى بقى نوريك المسائل هتعمل فيها ايه. مش عايزك تحفظ قصص، يعني مش عايز، اسف، قصص ايه، ايه القرف ده، مش عايز احفظ قوانين. بص يا باشا، ادي البطارية اللي هي المنتج. خلاص يا وحش. إدارة إيه؟ سيلر، يعني بيبيعها، بيكلفها، بينتجها ويبيعها. إدارة بي باير. تخيل إن بي يقدر يشتري البطارية دي أو بيجيبها من مصنع بره $10. ايه عايز يبيعها له $12. ايه رايك؟ يعني اللي ايه عايزه او المينيمم برايس اللي ايه يقبله اكبر من الماكسيمم برايس اللي بيدفعه. ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا ما يبيعوش لبعض. بي يروح يبيعها لبره ب12، وإيه يروح يجيبها من بره ب10. ده يوفر للشركة وده يكسب الشركة أكتر، صح؟ طب إمتى بقى هيحصل ديل؟ تعال نفترض إن بي بيجيب البطارية دي من بره ب10. إيه قال له تعالى اديها لك ب7. عارف ده معناه إيه؟ إن المينيمم برايس اللي إيه يقبله أقل من الماكسيمم برايس اللي بي يدفعه. يبقى هنا المفروض فعليا إن بي ياخد من إيه؟ بدل ما يشتغل بره ب$10 لا هياخدها بكام؟ ب7. فهتنعكس بتوفير لمين؟ للشركة. الفكرة كلها ان انت عشان تدير المنظومة دي عينك على ايه اللي هو السيلر. ايه هيبقى ليه تعاملات خارجية احنا هنعتبرها دي تعاملات اللوكال ماركت،
وهيبقى ليه كاباسيتي، وهنتعامل ان بي ده اكنه سبيشال اوردر، عميل اجنبي عايز يشتري منه انترنال ترانسفير. نفس اللي عملناه في السبيشال اوردر نعمله هنا ازاي. A يعمل اجنور للفيكسد كوست لانه كده كده دافعها في اللوكال ماركت، ولازم يكشف اذا كان في ايدل كاباسيتي ولا نو ايدل كاباسيتي عشان يدي لصاحبه واخوه جاره اللي هو مين، بي. يبقى انت المين في المسائل دي ان ايه، بيعمل بطاريات وبيبيعها في الشارع. بي جاي يقول له النبي اديني بطاريه بالسعر الفلاني، يا يوافق يا يرفض. لو نفع بينهم الديل يبقى هيحصل انترنال ترانسفير، لو ما نفعش يبقى ما ينفعش، وكده كده الانعكاس على الشركه لمصلحتها. خلاص. طيب تعال بقى نفهم الكلام، نجرب اول مساله. Assume A and B are working as profit center in a manufacturing company. If A is currently حالياً إيه produce and sell، يبقى إيه هو seller to the market with price كام؟ $60. يبقى بص كده اللي أنا هعمله. A بيبيعها حالياً في السوق بكام؟ 60. نكمل. The variable cost 45. يشكر. فيكسد كوست 9، عامل لها اجنور. عنده كاباسيتي 100,000 يونت، يعني ايه؟ عنده طاقه 100,000. خلاص. بي بقى الراجل اللي هو باير از كارنتلي حاليا بيشتري 30,000 قطعه. خلي بالك، يبقى بي اهو يلزمه 30,000 بطاريه او بيشتريهم من بره بكام بقى؟ of this product from the market within سعر 60، لكن بياخد ديسكاونت 10%. يعني بي بيجيبهم من بره ب 60 ناقص 10%، يعني بيجيبهم ب 54 البطارية. خلاص. ركز. given that internal transfer لو حصل اتفاق بينهم هيقلل الفاريبل كوست باي $2 بير يونت. يعني في حالات الانترنال ترانسفير الفاريبل كوست بتاعت التصنيع بتاعت ايه هتبقى 43، ها مش 45. assume A is currently producing and selling 60. حلو قوي. هو الطاقة بتاعته كام؟ 100. بيدي للسوق المحلي كام؟ 60. يبقى عنده عاطل كام؟ 40. جاي له بيه بيقول له اديني 30,000، يبقى كده مفيش opportunity cost. بس تعالى بقى نشوف الاتفاق على السعر. Should A and B have internal transfer? Why? بسم الله الرحمن الرحيم. First, since there is idle capacity, يبقى ما فيش opportunity cost. صح ولا غلط؟ طيب إيه بقى؟ أنا كده كده ما عنديش opportunity cost. عارف أدي الـ B أقل سعر أقبله أنا كـ A، أبيع بي الـ B اللي يغطي لي تكاليف الفاريبل. ما نفس فكره سبيشال اوردر، ما هو الفيكسد كوست اجنور. ايه هي الفاريبل كوست بتاعتي؟ 45 ماينس 2، حدها له بكام او بتقف عليه بكام؟ 43. يبقى المينيمم برايس اللي ايه هيقبله كام؟ 43. في ظل ان بي بيشتريها من بره بكام؟ ب 54. ركز بقى. ها، يبقى المينيمم برايس اللي ايه يقبله 43، والماكسيمم برايس اللي بيه ممكن يدفع 54. يبقى كده يحصل بينهم اتفاق، انا ادفع لحد 54 وانت على الاقل عايز 43، يبقى في مساحه بيننا ان يحصل اتفاق. then it is better to A and B and the company to have internal transfer بسعر بين 43 وكام؟ و 54. عارف ليه؟ لان لو حصل اتفاق الشركه هتزود ربحها ب $11. طب تعالى نعرف ازاي. اقرا كده الريكوارد التاني. Assume there is internal transfer اتفاق حصل بين A و B ب $50. قول لي الإفكت على بروفيت A و B وعلى الشركة. بص الجمال بقى. A أصلا بتتكلف 43، لما يبيعها ب 50 يبقى هو كسب كام؟ 7. في 30,000 وحدة يبقى كسب الشركة 210. B كان بيجيبها من بره ب 54، دلوقتي هيجيبها ب 50، يبقى وفر 4. واحد كسب 7 وواحد وفر 4، يبقى التوفير للشركة كله 11. فهمت اللعبة؟ 7 في 30,000 و 4 في 30,000 هم ال 11 في 30,000، ده ينعكس على ربح الشركة. واحد بيقرب يوفر، واحد بيكسب، الاتنين بيتفقوا عند نقطة يحققوا ربح مين؟ للشركة.
طب تعالى ناخد الريكوارد التاني. Repeat question first and second assume ان A is currently produce and selling ال 100,000، يعني مفيش idle capacity. خلاص يبقى انا A سعره مش هيبقى 43 بس، هيبقى 43 بلس الاوبورتيونيتي A لوست اللي هي الكونتريبيوشن مارج. Since there is no idle capacity in A, then there is opportunity lost. ايه بقى؟ هو بيبقى في السوق المحلي ب 60 ها؟ وبيتكلف في السوق المحلي 45 ها؟ يعني عنده opportunity cost بكام؟ 15. ايه كده بقى هيقف يردح؟ ليه؟ هيقول له يا باشا انا هكلفها لك انت عشان خاطر عيونك 43. وهتخسرني من السوق المحلي عن القطعه 15 اللي هو الكونتريبيوشن مارج. يبقى اقل سعر اقبله 58 عشان يغطي لي. بي هيقول له لا يا عم افتح حل 58 ايه ده انا بجيبها من بره بكام؟ ب 54. يبقى المينيمم برايس اللي ايه يقبله 58 اكبر من اللي بي ممكن ماكسيمم يدفعه. Then it is better to A and B and the company. لا يا عم كل واحد يشتغل مع حاله بره، انت بيع بره يا عم واكسب ال 15 بتاعتك وانا اشتري من بره يا عم ب 54 واوفر. طب افرض حصل ترانسفير بينهم عند سعر 50 برضو، الشركه تخسر 4 دولار ازاي؟ ايه هيبقى هلك ب 50 وهي متكلفه 58 يبقى خسر 8. بي لما ياخدها ب 50 بدل 54 يبقى وفر 4. بس بص الشركه اوفر اول بقى سنتر خسر 8 وسنتر وفر 4 يبقى اوفر اول البروفيت خسر كام؟ 4 دولار الشركه ككل. فهمت اللعبه؟ بص لها من وجهه نظر السبيشال اوردر. ناخد انذر ايديا. Assume department A and B are working at the profit center in a manufacturing company. موافقين. A is currently producing and selling a product اسمه standard to the market with price 60. Variable cost 45. Fixed cost فكك منها capacity 20,000. B is ordering عايز 1000 unit. بص بقى الجمال بقى. هو A بينتج منتج اسمه standard اصلا. خلاص؟ بي بقى مش عايز ستاندرد، كلم قسم البطاريات قال له بقول لك ايه انا مش عايز بطاريه انا عايز موتور. يعني بي عايز 1000 يونت من منتج تاني خالص اسمه ديلوكس. الفاريبل كوست بتاعته كام؟ 55. الفيكسد كوست 15 فكك. لو ايه ركز بقى بتاع البطاريات قبل الاوردر عشان يعمل لبي، لو ايه قبل الاوردر عشان يعمل لمين؟ لبي الالف موتور، الماركت سيلز اوف ستاندرد البطاريات هيضحي ب 5000 يونت. عارف الخلاصه ايه يا باشا؟ يعني انت وانت بتعمل حساب تكلفه الالف موتور اللي الفاريبل كوست بتاعت الواحد 55، حمله الكونتريبيوشن مارجن اللي هيضيع بسبب ال 5000 بطاريه بس. هو بقى هنا بيقولك ايه السعر اللي ايه يحدده؟ مش عشان يغطي تكلفته بس والاوبورتيونيتي كوست، لا ده كمان عشان يكسب كام؟ 20 دولار لو عمل له المواتير. بسم الله. كده كده الستاندرد البطاريه بتتباع ب 60 والفاريبل كوست بتاعتها 45، يبقى عندها كونتريبيوشن مارجن 15. 5000 بطاريه هضحي بيهم من اللي بتجيب لي سي ام 15، يبقى مبدئيا في 75000 جنيه اوردر الالف موتور يشيلهم. يعني الالف موتور عنده opportunity lost 75,000 جنيه، يعني 75 دولار للوحدة. ده معناه ان ايه؟ هيكلم بيه يقول له تعالى باشا عايز اعمل لك المواتير، هيقول له يقول له الموتور عنده variable cost 55 وهيخسرني opportunity lost 75 وانا عايز اكسب كمان كام؟ 20. يبقى المينيمم برايس اللي انا هعمل لك بيه الالف موتور 150. واضح الكلام؟ طيب انا شويه كده هعمل لكم لايف او فيديو تاني هديكم فيه التشويسز اللي هي اللي هنا بتاعت الترانسفير دي، وهديكم فيها هنت كده عن حاجتين، حاجه اسمها المالتي ناشونال ترانسفير من ورق الدكتور، وهديكم هنت عن حاجه اسمها تاجوشي في الكواليتي لوس كده رسمه صغيره بقى، هي رسمه بس انا هديها لك احتياطي وخلاص. والمالتي ناشونال ترانسفير مش ناوي احط ادهولك لان هو نفس اللي احنا بنقوله ده بس مدخل فيه التاكس والتارف وبتاع، فكده انت هتبقى ان شاء الله ايه ريدي، بس عشان وقت الفيديو ما يطولش الابلود يتعبنا.